السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل مرتاح وصحة وسلامة. طبعا اليوم طلعنا سفرة عائلية، طبعا بس انا وزوجي. حبيت اشوفكم المناظر اللي تجنن بانقرة. طبعا الجو فد شي روعة، يعني مرة تغيب الشمس ومرة تطلع، بس غائم جزئي يعني باعتبار، بس منظر يجنن. اتمنى ان شاء الله يعجبكم. طبعا هاي حديقة كلش قريبة على البيت، بيها خدمات، بيها الكل هنا تجي تزوره تتونس بيها. هسه طبعا قليل بشر لان احنا بعد الدنيا صبح، يعني مو من صبح حيل، يعني هسه الاكثر هم بال يعني لو بالشغل لو بالوظايف اكثر شيء يجون بعد العصر. اجواء الجنن حبايب، اترككم ويا المنظر. طبعا حبايب احلى شيء هو بالمي موجود كانه من الشاطئ. احنا طبعا هاي قبل كم يوم نظفوها ورتبوها وصارت بهالشكل. شوفوا المي مكانه شقد نظيف وحلو. طبعا حديقة بغاية الروعة. طبعا حبايبي هي حديقة كلش كبيرة، بس انا حبيت هالمرة اجي يم المي لان حيل مشتاقة للشاطئ او للبحر، او لو احنا ما عمر رايحين على بحر، يعني اللي عندنا كله شط بالعراق، هذا انا اعتبره مثل الشط اللي بالعراق. شوفوا المناظر والجسور اللي مسويها، فتشي يتجنن. وهاي الحديقة حتى جامع بيها، مقاهي، كل شيء موجود بيها، يعني اللي ياكل يشرب كل شيء موجود. طبعا مناظر وخدمات بيها تجنن.
هنا يحطون للطيور أكل وتجي تاكل. هسه حبايبي هنا جينا، طبعا هاي كل سنة لازم يشيلون الزراعة القديمة هنا بتركيا ويزرعون شي جديد العفو يعني يجددون موديلات وأنواع الورد وكل شي. طبعا هاي حديقة ألتون بارك، هاي عندهم كل حديقة لازم يكتبون اسمها وحتى عمر البناء أو عمر ما مسويها هم يحددون. هاي من 2013 على ما اعتقد، لانه كاتبين على الكراسي اللي نقعد عليها. شوفوا هذا موقف مال السيارات هناك، ان شاء الله راح احاول اشوفكم اكبر جزء من هاي الحديقة لان هي كلش كبيرة، بس الاجواء تجنن ما شاء الله بعد المطر اللي صار هاليومين. هاي الأجواء مالتهم، الله يديم عليهم وعلينا إن شاء الله ويعم على بلدنا إن شاء الله وينطينا مثل ما الله انطاهم. آمين يا رب.
هسه حبايبي احنا راجعين للبيت، هذا طريقنا يودينا للبيت ان شاء الله. بعد ما تونسنا اتمنى انكم ويانا حبايبي.